السلام عليكم ورحمة الله. تابع بالنسبة للدرس دالة خطية. دابا مجموعة من الأمثلة، لاحظ معايا ربعة ديال التمثيلات بيبيانية، واحد ديال اف جي اش ان. سؤال: حدد المعامل، حدد معامل دالة اف من خلال التمثيل البيبياني. من خلال التمثيل البيبياني خاصك تكون قادر انك تجبد المعامل ديال الدالة. مزيان، كيفاش غادي نديرو؟ هادشي اللي غادي نشوفو في الحصة ديالي. خاصك تخرج عارف كيفاش تجبد معامل الدالة من خلال التمثيل البيبياني. ألوغ دابا غادي نبدا نشرح شي حوايجات اللي كاينين هنا باش تفهم أكثر. فوالا، وكيفاش الطريقة؟ شوف لا ميثود كيفاش غادي نتعامل. غادي نخدم على الدالة اف. أجي بعدا شناهو الدي واحد؟ الدي واحد هو مستقيم. أول حاجة الدي واحد مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا اف كيفاش دايرة؟ دالة خطية. دي واحد المستقيم، دي واحد المستقيم، دي ان غنعاود نكتبها المستقيم دي واحد بين قوسين. المستقيم دي واحد هو التمثيل المبياني، التمثيل المبياني للدالة اف، المبياني للدالة اف. اصلا ديجا كنا قلنا ان التمثيل المبياني لدالة خطية عبارة عن ماذا؟ هو مستقيم يمر من اصل المعلم. هذا التمثيل المبياني لدالة خطية. المعامل شنو هو؟ شوف الله يرضى عليك، انا بوالتي في كل حالة واحد النقطة في المستقيم. غادي نخدمو مع الحالة الثانية. انت اللي عليك باش تجبد المعامل تمشي للمستقيم، تختار نقطة واضحة، نقطة واضحة الإحداثية ديالها. بحال كيما درت انا، مشيت عند هاد النقطة هادي أ مثلا، سميتها أ، ها هو لو بوان كاين النقطة أ. شنو هما الإحداثيات؟ إحداثياتها ولا إحداثيتيها؟ الإسقاط هنا تعطيني واحد على الأفاصيل، والإسقاط على الأراتيب كذلك شنو تعطيني؟ واحد. هادو هما الإحداثيات ديالها، هذا هو المفصول وهذا هو الصورة ديالها، هذا هو إف واحد. يعني صورة واحد عطاتني واحد. تبع مزيان. اذا التمثيل المبياني معامل الداله اف، هي العارضه الاولى اف، طبعا اف داله خطيه، اف داله خطيه. دابا المعامل ا اش غيساوي؟ صوره واحد على واحد، اف واحد قسمه واحد، اف واحد قسمه واحد. شحال صوره عند واحد؟ ها واحد، ها الصوره ديالو واحد. شحال الصوره ديالو؟ واحد. يعني هي واحد قسم واحد اللي كاين اصلا في المقام، هي واحد. اذا معامل الدالة اف هو واحد، اي يساوي واحد. اذا معامل الدالة اف هو واحد، معامل الدالة اف هو واحد. بنفس الطريقة نخدم على المثال الثاني، غير هو هاد المرة هادي الدالة اللي غتكون عندي هي جي، عندي جي اكس ماشي اف دو اكس او لا اف دو اكس. دونك غادي نمسح الطابلو. بسم الله، نمشي تحديد معامل الداله جي بنفس الطريقه. نختار نقطه واضحه، شوف النقطه اللي اختارت هي هذه اللي كاينه هنا. الاسقاط على التفاصيل ما عطانيش ناقص واحد، هذه ناقص واحد على اثنان، نصف عطاني نص، ناقص واحد على اثنان ناقص 0.5. يعني هاد النقطة بي أنا نكتب هنا شحال عندها في المفصول على الأفاصيل؟ ناقص واحد على اثنان، غير كنقول ما كندير حتى شي حاجة. شحال عندها الأراتيب؟ ناقص واحد. الصورة ديال ناقص واحد على اثنان هي ناقص واحد. إذا المعامل بعدا أول حاجة شنو سميت هاد المستقيم؟ دي اثنان. دي اثنان هو التمثيل المبياني للدالة جي، التمثيل المبياني، تمثيل مبياني. شنو اسم الدالة عندي انا؟ الدالة طبعا الدالة جي. المستقيم دي اثنان، التمثيل هو تمثيل مبياني للدالة جي. جي النقطة الثانية، جي دالة خطية. علاش دالة خطية؟ تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم يمر من اصل المعلم. تكرار كيعلم، عبارة عن مستقيم يمر من اصل المعلم، اذا الدالة خطية. دونك غادي نجي عاوتاني هنا،
تحديد المعامل، معامل الدالة الجي، معامل الدالة الجي، شنو كيساوي المعامل الدالة الجي؟ أ يساوي، كنحط الكسر ديالي، القاعدة كالعادة، صورة ناقص واحد على اثنان، جي ناقص واحد على اثنان، على ناقص واحد على اثنان. شحال الصورة ديال ناقص واحد على اثنان؟ ناقص واحد، إذا ناقص واحد على ناقص واحد على اثنان. طبعا هنا عندي جوج ديال الإشارات سالبة، نتخلص منها. على واحد على اثنان. إذن أ يساوي جوج ديال الإشارات سالبة اختزلت ناقص واحد. غتمشي هذي الحالة تشطب عليهم أنت. وخا ما خاصناش نديرو هاك. هنا غادي نضرب في مقلوب الكسر. يعني واحد في مقلوب الكسر اثنان على واحد. شحال غتبقى النتيجة هي اثنان. واحد في اثنان على واحد دونك هي اثنان. معامل الدالة جي، معامل الدالة جي هو اثنان. دابا المعامل ديال الدالة الجي هو اثنان. نحدد المعامل الموجه للدالة اش. دابا مباشرة الدالة اش، معامل الدالة اش تمثيلها المثالي المستقيم دي ثلاثة المار من أصل المعنى. نمشي نختار نقطة واضحة. شكون هي النقطة هنا؟ هاهي باينة. تقدر تختار هاد النقطة هادي، تقدر تختار مجموعة من النقط اللي يكونوا واضحين في الإسقاط ديالو. غنختار هاد النقطة هادي مثلا السي. شنو هما الإحداثيات؟ سميتها السي، شحال عندها في الأفصول؟ ثلاثة. الصورة ديال ثلاثة شحال عطاتني؟ اثنان. إذن بنفس الطريقة أ يساوي أش صورة أي عدد ثلاثة، وإذا كتبنا بين قوسين ثلاثة يعني غنقسم على ثلاثة. صورة العدد ثلاثة هي اثنان، يعني اثنان على ثلاثة، كنتعامل مع الإحداثيات اللي عندي. إذن معامل الدالة، إذن معامل الدالة الخطية أش، الخطية أش هو شحال عند القيمة؟ اثنان على ثلاثة، هذا هو المعامل. بنفس الطريقة نشوف نقطة كذلك واضحة هنا في المثال الرابع. الدالة ان خطية تمثيلها المبياني مستقيم يمر من أصل معلم سميناه دي أربعة. نحاول نختار نقط تكون واضحة، يا إما نختار هذه النقطة هذه مثلا للإسقاط ديالها هنا. شحال تعطيني هنايا؟ واحد على الأفاصيل وتعطيني على الأراتيل ناقص واحد. نتوما غيكون عندكم هذاك الشيء دقيق لأن عندكم في الدفتر الأمر واضح. الصورة كذلك نقدر نختار هذه النقطة هذه حتى هي غتعطيني نفس النتيجة. تحديد معامل الدالة إن أ يساوي النقطة اللي اختاريتها أنا هنا غنسميها الدي. شحال عندها في الأصول؟ واحد. شحال صورة واحد؟ هيا هنا لتحت في الأسفل ناقص واحد. إذن غنكتب أنا عندي إن، ما غنكتبش إن إكس، غنكتب إن واحد صورة واحد على واحد تساوي راه مقسومة على واحد غتبقى هي إن واحد حيت غير قسمة واحد. شحال صورة واحد شحال تساوي صورة واحد؟ هيا قدامك كاين نيشان ناقص واحد. صورة واحد هي ناقص واحد، هاد إن يعني صورة واحد. إلا عوضت واحد شحال غنبقى؟ ناقص واحد. إذا أ يساوي ناقص واحد. ومنهم معامل الدالة إن هو ناقص واحد، هو ناقص واحد. معامل ديال الدالة إن هو ناقص واحد. هذا فيما يخص الدالة الخطية. ونفس الخدمة تماما كتعاود على الدالة التآلفية، غادي تشوفها في الحصص القادمة إن شاء الله. دون هادشي الله يخليك في الدفتر ديالك وعاود راجعو بالتوفيق. اللهم يسر.